اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. موضوع حلقتنا من النهارده بيتكلم عن الاكسسوارات وجمالها. طبعا جمال الاكسسوارات ملهوش يعني ملهوش حدود. دخلنا عالم الاكسسوارات معناها دخلنا عالم الجمال والروكين. صباح بس على زميلتي ونبدا موضوع حلقتنا. صباح الخير يا استاذه. صباح الورد يا استاذه ايه. طبعا ارحب بالساده المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. طبعا النهارده هنتكلم عن الاكسسوارات الهاند ميد. طبعا اكسسوارات الهاند ميد دي مش اي حد يقدر يشتغل فيها، مش اي حد يقدر يطلع قطعه كويسه. النهارده هنتكلم عن الاكسسوارات بكل تفاصيلها. الدفه اللي موجوده معانا مش اي اكسسوارات بيطلع من ايديها، لا بتطلع اي اكسسوارات ليه رونقه وليه جماله وليه شكله، عندها الذوق والرقي عالي جدا. طبعا مش هقدر اتكلم ولا اخش في الموضوع في الاكسسوارات الهاند ميد، معانا قائده من قواد الاكسسوارات الهاند ميد استاذه تريزا فرج. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه تريزا. نورت اسرار الحياه. منوره يا فندم اسرار الحياه. مدام تريزا، عاوزين تعرفينا شغل حضرتك وبحضرتك اكتر. انا اسمي تريزا فرج، مصممه اكسسوار بالاحجار الطبيعيه. بدات الشغل امتى يا استاذه تريزا؟ بداته من فتره كبيره، لانه انا مش يعني فعليا كتايستون من قريب، من كذا سنه، 4 سنين 3 سنين. الفكره كانت هوايه ولا دراسه؟ بعد كده بقت دراسه، بس الاول كنت يعني بحب اعمل هاند ميد جدا بشكل عام، مش بس الاكسسوار، التصميمات. يعني كنت بتحب تصممي حاجه كده وانت حضرتك قاعده تشتغلي؟ بحب الاحجار الطبيعيه، يعني بحب الاحجار الكريمه والحاجات الطبيعيه، كنت بعملها للاستخدام الشخصي يعني بس. وبعدين بعد شويه لما كان حد بيطلب مني، يعني زي اي ديزاينر، لما حد بيطلب منك ده حلو عايز زيه، ايوه، بس فاستاذنت زوجي قلت له عندك مانع لو نعمل كده كده كده؟ قال لي لا ما عنديش مانع، بالعكس اشجعك. ايه اول تصميم حضرتك عملتيه، ومين اول واحد شجعك على الموضوع ده؟ اول حد شجعني اكيد زوجي طبعا، أكيد بس طبعا. اول حد اخذ مني ديزاين كان صديقه ليا كانت عامله كوليه وحلق. هتعرف نفسها لما تسمع دلوقتي. عجبها فقالت لي عايزه زي ده، عملت لها زي. عملتيه. استاذه تريزا، طبعا الحاجات اللي قدامنا دلوقتي طبعا عايزه تصميم وشغل وصبر كبير قوي. بتجيبي الحاجات دي طبعا حاجات احجار صغيره وانت اللي بتبداي تصممي وتحطي الدلايات على ذوقك وتحطي الاحجار على ذوقك. طبعا كلميني طبعا على شغل حضرتك الجميل اللي قدامنا دلوقتي. خلينا نعرف بس عشان لو حد بيتابعنا يبقى عارف ان الاحجار الطبيعيه في منها نوعين. في نوع بيستخرج من سورس معدني زي الزمرد، الالماس، الروبي اللي هو الياقوت، وفي احجار طبيعيه بتستخرج من اصل عضوي زي اللؤلؤ. اللؤلؤ بيستخرج من كائن المحار. تمام. المرجان يستخرج مثلا من الشعاب المرجانيه. تمام. طبعا الاحجار الطبيعيه اللي اصلها معدني بتبقى اسعارها متفاوته اكتر. اكيد. الاحجار الطبيعيه العضويه. وطبعا الـ القيمه بتبقى حسب الندره. طبعا كل ما كان الحجر نادر كل ما كان اسعاره بترتفع. تمام. بس اكيد كل شغل يعني كل حاجه بتاخد وقتها. اكيد. فانت مجهود والوقت ده كله بتجيبيه ازاي؟ او بمعنى اصح تفرقي ما بين بيتك وشغلك ازاي؟ تبقى صعبه. تنظيم وقت بس. لو انت عندك طفل فكل شويه ماما فده ليه متطلبات تانيه خالص. اكيد ده حقيقي. ده حقيقي. ازاي بتنظمي وقتك؟ التنظيم للوقت، يعني 24 ساعه، في وقت مثلا للشغل، في وقت للبيت، في وقت للطفل، وفي وقت ليا. يعني هي مساله بس تنظيميه ليس الا. قدرتي تتحققيه؟ بحاول. طبعا بصي، في ظل الايام اللي احنا بنعيشها دلوقتي في الكورونا وكده، الناس قاعده في البيت اكتر، مفيش خروج زي الاول، فده بيتيح يعني ممكن نستثمر الوقت اللي احنا قاعدين فيه. اكيد طبعا. احنا عايزين نعرف ايه سبب اختيارك لاسم البيج بتاع حضرتك؟ اكيد في كده يعني حاجه حصلت اخترت الاسم. عرفينا كده. هو يعني في معناه فلسفي شويه. زي ما البدله زي الرجالي، البدله ما تنفعش من غير التاي، كذلك الفستان. كنت شايفه ان الفستان يعني اناقته بتكتمل بقطعه اكسسوار. دي اول حاجه، حتى اللوجو عليه رسمه تاي. تاني حاجه التاي حروفها حروف اسماء عائلتنا، والستون احجار.
لا بس حضرتك كنت توصلي اللي انت تعملي اسم البيج ده كان صعب. حتى اللوجو يعني برضو يعني حتى انا لما اتفرجت اكيد يعني بيوحي برضو بحاجة تانية خالص. لا بس كشغل وكوقت يعني مش عارفة بجيب ازاي وقت وصبر منين. شغلكم ان شاء الله عليكم ممتاز. اقول لك ليه؟ بصي اذا بتعملي حاجة بتحبيها بتعرفي تخلقي لها وقت. ودايما اقول يعني اصل مش بس الاكسسوار يعني ان جنرال الهاند ميد هو فن يعني لازم تكوني بتحبيه عشان تعرفي تبدعي فيه او تبتكري. اكيد طبعا. انما لو المساله مجرد يعني شغل وخلاص مهنه بحته مش هتبقى فيها زي النحات كده ما بيمسك قطعه ينحتها. ازاي اختار التصميمات والاحجار المناسبه ليا او لاي مناسبه بمعنى اصح؟ بصي هي مناسبه وليها هي اذواق تمام. هي اذواق بس خلينا نتفق انه في خطوط عريضه يعني مثلا لو لابسه بلوزه مثلا منقوشه مش هينفع البس حجر منقوش مش هينفع البس حجر منقوش زي كده ممكن البس الحجر ساده سيمبل والعكس لو لابسه بلوزه مش منقوشه لونها ساده البس حاجه تنطقها دور ثلاثه دور او يعني اربعه او خمسه الصفوف الكتير عادة مش بتبقى لطيفة بالصبح. احنا معانا شغل حضرتك ما شاء الله عليك يعني معروض على الشاشة حاجة ممتازة. أشكرك. مش بتبقى عملية للشغل الصبح وفي نفس الوقت برضو بتبقى يعني أوفر كتير ممكن بعد الظهر خروجة بالليل كده يعني. أكيد يعني لكل مناسبة ليها الإكسسوارات بتاعتها. أكيد. مش أي حاجة تتلبس وخلاص. إيه لو حجر مثلا بيلمع شوية هيحتاج يكون في بالليل أو مناسبة ما بينفعش الصبح لو مثلا في دليات وحلية كتير وحاجات كده شغل كتير برضو ما بيبقى يعني أنا بشوف إن بالصبح محتاجين حاجات سامبل أكتر أكيد أكيد طبعا عشان بالنهار لكن بالليل طبعا بتبقى الحاجات بعد الظهر مدام تريزة عاوزين بس حضرتك تعرفينا بتوصلي في كل الأماكن ولا أماكن معينة؟ لا موجود كل المحافظات بتاعت كل المحافظات ما شاء الله اتصلوا بحضرتك واحنا عايزين في الحته الفلانيه شغل حضرتك. طب التواصل بيكون في خلال قد ايه سواء بره القاهره او جوه القاهره؟ بصي يعني اتس اب لشركه الشحن طبعا بس وانس ما بخلصه وبيطلع شركه الشحن بفهم العميل انه خرج من عندي خلاص ما بياخدش كتير يعني خلال 48 ساعه. ايه انا هيجي لك في خلال ساعه خلاص انا مظبوط على الساعه دي هيجي لي فيه شغل يعني خلال المحافظات من يوم ل 48 ساعه لو الديزاين متوفر. استاذه دلسة انا لما جيت اتواصلت مع حضرتك وشفت الشغل وصراحه في حاجات عجبتني قلت لي لا دي خلصت يعني انا استعجبت صراحه من الموضوع ده. ليه ما بتعمليش من القطعه واحده واثنين وثلاثه بمعنى اصح؟ ما طلبت منك برضو شغلي كمان عشان يعرضه على الشاشه قلت لي لا استني قبل الحلقه لان الشغل بيخلص. ايه السر بقى؟ السر اللي الشغل حضرتك بيخلص كده على طول؟ بصي ما هي الفكره هي دي حلاوه الهاند ميد انه حضرتك بيلبس لابسه قطعه يونيك يعني مش متكرره كتير بكتير قوي لو الديزاين اتكرر مره او اثنين او ثلاثه دي اقصى حاجه. ليه؟ لانه مثلا ممكن اكون مستخدمه دلايه او مستخدمه نوع مثلا من الاكسسوار مش متوفر بكثره خالص بلس انه هي قيمته انه يبقى منفرد يعني مش 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 كتير مش زي مثلا الفستان تلاقيه مرطرط هنا وهنا 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 لا هي يعني انا حاسه اللي هي وان بيس يعني بصي حضرتك حتى في الالوان مش متكرره تنسيق الالوان برضه شيء مهم جدا يعني نفس الشكل بس الالوان ثقل الالوان بالدلايات كمان بتاعتها طبعا يعني باخد وقت على بال ما اختار كل قطعه تتحط مع لون ايه تتحط مع دلايه عامله ازاي بس ده برضو عايز مجهود لا وذوق كبير جدا ذوق مش اي صبر. حاجه يعني اهم حاجه الصبر موضوع برضو. الوقت شغلك لو الصبر ورد على العميل بصي ده حقيقي بصي هو مش بس كده كمان هو الشغل الاونلاين كمان هدك يعني لو مثلا محتاج متابعه باستمرار محتاج انك على طول تبقي متواصله مع الناس يعني في ناس مثلا عايزه تستفسر ايه الحجر ده بتعمل ايه اسمه ايه احافظ عليه ازاي البسه امتى تمام ايه مكوناته يبقى عندهم حب استطلاع طب ازاي احافظ على الاحجار الكريمه دي طبعا دي احجار صح كده احافظ عليها ازاي واخليها بنفس اللمعه اللي حضرتك شايفينها دلوقتي بصي ده سؤال مهم دايما بقول انه الحجر الاحجار الطبيعيه محتاجه معامله خاصه يعني اول حاجه مثلا ما ينفعش الحجر يقع مني دايركت على الارض يتكسر الحجر يتكسر طبعا
معقوله زي الازاز زي السيراميك زي السيراميك زي الرخام الحجر الطبيعي ما يبقى لازم ابقى حريصه مثلا وانا ماسكاه بلس انا اشتريته خلاص دايما اقول ايه بلاش الصندوق بتاع مغاره علي بابا ده اللي فيه ذهب ومرقات ومرجان قالوا لنا الصندوق ده لا لا دي اكتر حاجه غلط اولا الحجر على بعض ممكن يتكسر اول حاجه تاني حاجه لو في حليات كتير ممكن تجرح الحجر تمام دي نقطه حلوه برضو خلاص انا خدته وعندي كذا قطعه العلبه بتاعتي ابقى منظمها حاطه فيها اكياس قماش كل قطعه احطها فيها يبقى منظم مع الاستخدام حسيت ان هو محتاج ايه الحجر مش بيغير الحجر طبيعي ما بيغيرش لون بس مع الاستخدام حسيت مثلا ان هو عايز يتنظف يتلمع من التراب شويه ميه صغيرين قوي نظفه بميه شويه ميه ما بيأثرش الميه خالص خالص لا ده حجر طبيعي تمام ننظفه بشويه ميه صغيرين ونشفه بفوطه قطن ونسيبه ينشف شويه ونشيله ممنوع خالص خالص الكحول طبعا بما ان احنا قاعدين في بنرش كحول 24 ساعه انا لسه الكحول 24 ساعه اكيد هيتاثر بيه يتأثر. ممنوع نحط عليه اي مواد كيميائيه او منظفات او برفانات او كحول عشان ما يغيرش بس الخصائص بتاعته واحنا بننظفه الحجر طبيعي مش زي الذهب يعني الذهب عايزه تنظفيه بتعملي له ايه بتغلي له شويه ميه عشان يطلع الشوائب ده ما ينفعش يتعمل معاه كده لان في بعض الاحجار بتكون معالجه حراريا لو تعرضت لميه بتغلي ممكن تغير لونها اللي هي زي ايه بالظبط زي مثلا السترين السترين ساعات بيبقى معالج بشكل كده عشان ياخد درجه اللون دي لو غليته في ميه اللون يبقى يبهت يعني كحفاظا في البيت هي بس قطنه بسيطه كده وشويه ميه بس لو في قطعه نحاس مثلا او حاجه في طريقتين سهلين قوي في سائل كده بيستخدم لتنظيف النحاس ممكن اجيبه انظف بيه الدلايه لو مش لاقياه ممكن جدا نقطه ليمون صغيره وملح خشن الملح خشن بعمل بيه زي سكراب كده لقطعه النحاس عجينه كده بسيطه بتلمع خالص ترجع تاني لان النحاس مش بيصدي في بقى مشكلة حسيت ان هي بتواجه ناس كتيرة لو بص احنا دلوقتي شغل حضرتك معروف لو لقيت حد بيقلد شغلي بتعملي ايه؟ يعني انا دلوقتي عجبتني مثلا العقد ده عليا حد شافه راح قلده وانت شفتيه بس مش شغلي ديزاينر تاني قلده يعني بتعرفي ازاي؟ بصي يعني خلينا نكون صراحة هي حاجة مش لطيفة تمام بس الناس بتعمل كتير قوي الموضوع كتير ده جدا بيعمل بس خلينا طيب نعرف حاجه يعني الماركات العالميه بتتقلد ومحدش قادر يعمل حاجه لان الدنيا مفتوحه على بعض على بعضها بدليل انه يعني اكسبريشن بتاع هاي كوبي وفيرست كوبي موجوده تاني حاجه يعني بصي بيبقى فيه مثلا اتنين سوبر ماركت فاتحين في نفس الشارع ربنا بيبقى باعت لده شغله وباعت لده شغله مش حد بياخد شغل حد خالص اذا الشغل ده انا ما خدتوش اذا هو مش بتاعي يعني. واهم حاجه ثقه العميل فيكي اكيد انا جربت مره واتنين فواثق في شغلك وعارف شغلك هو ايه بالظبط بالظبط بصي لازم ما ننساش كمان ان يعني مش عايزه حد يزعل مني بس خلينا نقول ايه احنا عايزين الصراحه الديزاينر اللي بيقلد هو في الاول وفي الاخر بيأذي نفسه مش بيوصل للفينش بيأذي الحد اللي قلده ليه بقى لان بصي انت طول ما انت بتبتكري انت بيبقى ليكي خط او اتجاه او تاتش انت سهل تاخدي مني الفكره مش تاخدي التاتش بتاعي لا مش تاخدي التاتش بتاعي مثلا او البصمه بتاعتي مش هت مش 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 هتيجي مش تنفع كل حد ليه بصمه اكيد اكيد بتبين يعني زي مثلا ما بنسمع كده مقطوعه موسيقيه للاستاذ عمر خيرت ودنك بتميزها لو سمعتي كمانجات ويد الاستاذ ياسر عبد الرحمن بتميزيها ليه ده التاتش ده اللي اقصده يعني كل واحد لازم يحاول يتخيل عشان يبتكر عشان يبقى ليه خط يعني لما تشوفي ديزاين كده تقولي الديزاين ده بتاع فلان ده بتاع فلان شايف التاتش بتاعه واللي بيقلد دايما ما يعرفش يعمل حاجه جديده لا بيفضل يقلد يقلد بصي هو بيحجم نفسه دي. يعني هو ما مش بيسيب لنفسه الخيال انه يبتكر اجمل حاجه في الهاند ميد على فكره يعني ما فيش حد هيحس بدي الا اللي بيعمل الهاند ميد ويستخدمه دي متعه متعه اكيد طبعا اكيد اكيد كشغل يعني يعني مش عارفه شغلك برضو صعب انت كشغل زي ده ازاي بتشتغليه وازاي بتلاقي وقت برضو نرجع للنقطه دي ان صعب جدا بجد يعني شويه تنظيم بسيط للوقت نعمل الحاجات اللي بنعملها في العادي بس تنسيق الالوان صعب تقصدي
كتركيب وتنسيق الالوان وكوقت ان انت تاخدي تركيب الحجر ده مع ده، اللون ده مع ده، الذوق، كل الفكره بتجيلك ازاي؟ الذوق، هل بتشوفي منتجات وبتعملي زيها ولا بكل افكارك بتخيلي؟ يعني مثلا انا بصي يعني شفت مثلا دلاية شكلها حلو خلاص بتخيل لها شكل الحجر بتاعها وانت بتشتريها وانا بجيبها وانا بختارها. لو حد مثلا يعني الحاجه الوحيده اللي مش هقعد انا ابتكر فيها لو حد طلع قال لي عايز الديزاين شكله كذا، عايز حجر كذا، عاوز مثلا في ساعات عملاء بيتصلوا يقولوا مثلا عندي مناسبه وعندي فستان لونه كذا، عايز عقد زيه طب ايه شكله كذا 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 حجر كذا بس، فبعمله زي ما هم طالبين. طب انا لو عندي عقد في حجر طبيعي ازاي اعرف ان هو حجر طبيعي وما بيتخدش خالص؟ بصي قبل ما يعني اصلا تقدمي على فكره انك تشتري يعني دلوقتي بقى سهل قوي ان نعمل سيرش، انا عجبني حجر مثلا وعايزه اقتني اشوف شكله بيبقى عامل ازاي، طبيعته بتبقى عامله ازاي. يعني ده كتير قوي مثلا على سبيل المثال حجر الفيروز احيانا بيختلط على الناس الامر ما بين الفيروز وما بين احجار تانية شكله. اعمل سيرش على شكل الفيروز بيبقى شكله عامل ازاي، شكل الكراكس فيه بتبقى الشقوق في حجر الفيروز بتبقى عامل ازاي، مرسومه من بره كده من على السطح ولا دائره جوه. اسال اشوف بقى حد تراستد، يعني مثلا حد انا عارفه ان هو تراستد، او مثلا اشوف الريفيوز بتاعته اثق فيه انه ده هيقدم لي حجر طبيعي خلاص. بس برضو يعني لازم يعني هي الفكره عليا برضو يعني انا كديزاينر لازم وانا بقدم لك حاجه اقول لك في الديسكريبشن بتاعها بالظبط ده ايه، لو معالج اقول لك ده معالج، لو ده طبيعي اقول لك ده طبيعي، مش عيب خالص. تمام. الموضوع ده بقى سهل عليكي تمسكي الحاجه تعرفي دي خامتها ايه؟ لا طبعا طبعا لا، في احجار طبيعيه عشان تشوفي عنها بحتاج اجهزه اصلا. معقوله الموضوع وصل الاجهزه كمان عشان تكتشف الاحجار؟ لا في حاجات ما بتكتشف بالعين. مدام تريزا حصل لك موقف اللي هو عملت الحقد عقد قال لك ما تكررهوش تاني لاي حد، انا عاوز البس العقد ده ما حدش يلبسه غيري صح؟ اكيد حصل كده. كل حوا كده، كل الحوات كده ما بيحبوش يلبسوا زي بعض، حد يلبس زيهم اللي هي ايه، عاوز اكون انا الفلته انا الممتازه عن غيري. لا بس بيحصل العكس، يعني لما بيكون في ديزاين خلص بيزعلوا جدا بيزعلوا جدا، وبحاول قدر الامكان ان انا يعني اقرب لها، يعني مثلا لو في حته اكسسوار مثلا او دلايه خلصانه طب اشوف لك حاجه مثلا شبهها، طب حجر شبهه، طب لونه، فبيبقوا زعلانين قوي انه خلص. طب ليه حضرتك ما بتعمليش يعني من الحاجه 2 و3 و4؟ صدقيني لو متاح، بس مش بيبقى في حاجه اسمها وان بيس، هي فكره الهاند ميد اصلا هي دي فكرته الرئيسيه، ان ابقى يعني مش تبقى الحاجه منتشره في كل، يعني بصي تخيلي بدل البلد كلها مفيش غير مثلا 2 لابسين عقد الاستاذه هند لابساتها فاهمه، او 1 ده هي الفكره اللي انا عاجبني فانا عاوز زيها. في اللي هي برضو حته الغير ما بينهم وبين بعض، بصي صدقيني بحاول قدر الامكان لو متاح عندي اني اكرره تاني بكرره. لو خلص خلاص صحيح هتعملي ايه؟ مفيش حاجه. ازاي ايه اللي يضمن العميل الحاجه بتوصل له في نفس اللي بتتعرض على السوشيال ميديا؟ بصي اول حاجه خالص انا يعني في التصوير على البيج تايستون هتلاقي انه انا مثلا مش بستخدم الفوتو سيشن، ما بعملش فوتو سيشن، بستعمل كاميرا معقوله جدا، فصور بتطلع ولا اقل ولا يعني معقوله. انت اللي مصوره شغلك اللي اتعرض على السوشيال ميديا ده؟ بلس ان لما بيكون في اوردر مثلا حد طلبه خارج بصوره كتير من كذا زاويه، بصوره فيديو عشان يبقى برضو العميل مطمن انه القطعه. على فكره سهل جدا تعرفي، يعني انت لو شايفه الصوره كده شايفه العقد ده مثلا اهو، انت سهل جدا لو خدتيه من كذا زاويه في الصوره هتعرفي لما يوصل لك هي القطعه دي ولا لا. عارفه من شكل الدلايه يعني لو في حاجه متغيره هتعرفي ان مش هي. تمام. بلس انه لو انا خايفه مثلا عشان المصداقيه انا اكيد مش هتضر العميل، مش هتضر، لا وبرده مش حلوه في حقي يعني لازم اكون برضو اونست، يعني قلت لك ان دي اللي خارجه تبقى هي دي. تمام. بس خلينا نقول ان هي فعلا في الاونلاين ازمه ثقه شويه. الحاجه اللي بتوصل ما بتبقاش هي بتظهر للعميل. بصي انا ببقى سعيده جدا بجمله، يعني انا مش متضايقه ان الصور تكون ظالمه الشغل.
لان انا لما بسمع مثلا جمله بعد الاستلام الشغل احلى بكتير من الصور. حلو جدا. الصور حقيقي مش بتبين جمال الحجر عامل ازاي. دي انا ببقى سعيده بيها اكتر من العكس، انه مثلا تشوفي الفوتو سيشن جامد قوي فتوقعاتك تعلى قوي فتحسي مثلا الحجر شكله كبير في الصوره، بس لما تستلمي تلاقيه صغير. لا هو بيبقى على بصور من بعيد، بصور من قريب، بصور من كذا زاويه. بقول مثلا لو الحبايه دي مثلا دي 8 مللي، الحبايه مثلا دي 10 مللي. بتقولي على كل التفاصيل. لازم تبقي قايله في الديسكريبشن كل حاجه تخص القطعه دي، اسمها دي اسمها ايه، معالج ولا مش معالج، قد ايه حجمه، قد ايه. في ناس على فكره لو في حد محجبه وعايزه تعرف مثلا طول العقده قد ايه، بس لها بالظبط من القفل للقفل طوله كذا. لو هنزود مثلا سلسله طولها كذا سنتي كذا. سهل جدا انك لما تستلمي ترجعي تشوفي. استاذه تريزا، ما حصلكيش موقف ان انت وديتي اوردر لحد وبعد كده قال لك لا مش عاوزه؟ يا ساتر لا ما حصلش. الحمد لله الحمد لله تاتش وود. طب والله طب تمام ما حصلش. بصي انا ما اتمنهاش تحصل. لا برضو بيعملوا الموقف ده فبتبقى بايخه جدا. ما اتمنهاش تحصل. بصي اقول لك ليه، اصل الحجر مش ملابس، مش قماش، يعني مش ماتيريال سهله ان هي بتتبهدل. يعني انا ازعل قوي، يعني هقول لك على حاجه، لو انا بقبل بيها كتير حضرتك ما تثقيش فيا. لانه بصي انا هسالك سؤال، لو انا هبعت لك قطعه مبعوته ومشحونه كذا مره وبعدين شحنتها لحضرتك هتبقي سعيده؟ لا طبعا. احنا لما بنشوف قطعه في فاترينا بنقول دايما ايه، ممكن تجيب لي واحده غير اللي في العرض. فعلا صح. تبقي عايزه حاجه كده ايه، عارفه ان هي ما بصمتش. فاهمه قصدي؟ فخلينا دايما قبل الاوردر ما يخرج نصور كذا مره، خلاص ساتسفايد بيه، انت مبسوطه، هو ده شكله اوكي اوكي. يعني مش إيه؟ علشان حضرتك بس، عشان كمان العميل اللي بعدك. اكيد يعني حضرتك المصداقيه عندك اهم من الناحيه الماديه خالص خالص خالص. مش عاوزه تستلمي مفيش اي مشكله، هندفع رسوم الشحن ونستلمش، بس هي بتبقى حاجه سخيفه علشان الحجر بيتبهدل بس. مش حاجه اكتر من كده. مدام تريزا في السريع كده، طبعا حلقتنا جرت في ثانيه، عايزين نتواصل مع حضرتك. التواصل ازاي؟ في ارقام واتساب وفي رسائل على البيج وفي ارقام للاتصال. موجوده وببقى موجوده كتير في بازارات، لو بيبقى في بازارات بقول انا بنزل بازارات. بس طبعا عشان دلوقتي الدنيا مش سيف قوي برده لسه. يعني ما نزلناش قوي، بس التواصل سهل جدا. التواصل سهل جدا على السوشيال ميديا. تشرفنا حضرتك جدا. ميرسي خالص. كان نفسنا يكون في وقت اكتر ان شاء الله، مزيد من التقدم وحلقات ثانيه وتكون حلقه مفاجاه بحضرتك باذن الله. ميرسي خالص. تشرفنا كتير. ميرسي على وقتكم. تزورونا في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه.